من الواضح أن الخليفية أعطى أمرا بالتصعيد ضد الشعب البحراني الثائر، وهذه المرة في الأحكام الجنونية التي تصدر من المحاكم الخليفية ظلما وعدوانا ضد الأبرياء. فالأحكام الفلكية على قضايا مفتعلة تارة أو صغيرة تارة أخرى لا يمكن هضمها أو التبرير لها قانونيا ولا سياسيا. فالبورصة في القضاء الخليفي تقامر على رهانات بالتأكيد خاسرة. فهذه المقامرة القضائية تأتي بحسب مراقبين لهدفين: الأول ثني الناس عن الاستمرار في الحراك الثوري، والثاني دفع من يمكن دفعه إلى برلمان الورطة الذي صار مسبة شعبية بدل أن يكون مجلسا تشريعيا ولو بشكل جزئي. لكن هناك رأي آخر يقول أن الخليفيين يائسون من رضوخ الشعب المناضل، لكن هذه المقامرة القضائية تأتي للتأكيد على مشاركة الطرواديين في المجلس. إذا حان وقت الولوج في الدعاية الممجوجة للبرلمان من جهة، وللتأكيد مرة أخرى على ضرورة قيام الطرواديين بوظيفتهم قبل البرلمان، والتي تتمثل في الإرجاف والتخويف من غول وهمي اسمه الواقعية السياسية. وسيبقى الحراك الثوري مستمرا إلى أن يأذن الله بالخلاص.